لا ترضى إن ابنك يظل مهزوز قدام الناس. كيفية الوقوف، لغة الجسد، إدارة الوقت، كل هذه أمور نعلمها لطلابنا ليقفوا بكل ثقة أمام الجمهور. وكان أول جمهور هو أمهاتهم اللاتي ينظرن بفخر وامتنان لما يرون أمام أعينهم. كل هذه الأمور تحدث حصراً داخل مدارسنا، مدارس قمم الحياة العالمية، رحلة طفلك نحو التميز.